السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم سامي منصور، مطور مواقع انترنت. اليوم نكمل الحلقة تبعتنا اللي هي عملية التعديل المقال وحذف المقال اليوم. فهنروح على الكود تبعنا. هنيجي على الكود تبع الإدت. طبعا احنا محتاجين كمان انه نعرض له الكاتيجوري بالاضافه لمعلومات البوست اللي هنسوي له الايديت. فمعناته هنروح هنا على الايديت فانكشن. اول حاجه هنعطي له الكاتيجوري وكمان البوست. البوست يساوي البوست وير الاي دي ايكوال اي دي فيرست. راح نسوي عمليه تحقق انه اذا كان في بوست، انه مثلا المتصفح، مثلا الشخص اللي بتصفح الموقع تبعنا حط رقم من عنده، فممكن انه احنا نعمل الفاليديشن بهذه الطريقه. مثلا بوست، اذا كان في موجود عندنا بوست اوكي، والله جيب لي الكاتيجوري وجيب لي الفيو، حط لي اياهم هنا اوكي، واعطي له كومباكت اللي هي البوست وكمان الكاتيجوري اوكي. اما في حالة انه ما كان في بوست او الرقم خطأ، انه نرجع له رسالة للصفحة الرئيسية، رسالة خطأ انه لا يمكنك التعديل او ما عندك الصلاحية لتعديل هذا البوست. فمعناته نكتب له you have not permission to continue this process لاستكمال هذه العملية. وبعديها هنا بدل success نخليها danger، تطلع له برسالة لونها احمر اوكي. هنيجي على create.blade اوكي، هننسخ كامل الكود هذا. هنروح على صفحة الفيو فرونت اند، هنروح على الايديت، هنلصق نفس الكود هنا. طبعا بما انه احنا ارسلنا البوست معنا، فمعناته بدال عملية الستور هتكون update، وهنضيف لها اللي هي البوست اي دي ونكمل. طبعا هنا هتكون الميثود تبعتنا باتش، فهنضيف له هنا ميثود باتش اللي هي عملية التعديل. هنا هنضيف في الاولد بعد كلمة التايتل هنعطي له القيمة اللي جاي من الداتابيز اللي هي البوست تايتل، بحيث انه اذا كانت اذا احنا كنا مغيرين القيمة انه يجيب التايتل، اذا ما كنا مغيرين القيمة انه يجيب القيمة من الداتابيز اوكي. فمعناته هننسخ هذا لحد هنا. هنروح على الكاتيجوري. بعد الكاتيجوري هنقول له جيب لنا القيمة من الداتابيز اللي هي الكاتيجوري underscore id اوكي. عندنا هنا في البادي، بعد البادي هنقول له بادي. عندنا الايمج هنا احنا ما بنقدر ان نسترجع في نفس الفيلد هنا، فبس بامكاننا ان نستدعي الصوره اذا كانت موجوده في الداتابيز. فمعناته احنا هنعمل اف ستيتمنت هنا، اذا كان في البوست ايمج لا يساوي نل، لا يساوي فاضي اوكي، نسكر الاند اف. طبعا خلينا نعملها form group image src اللي هي جاية من الاسيت، مجلد الاسيت الايمج، نلغي اخر الاسم هذا، نجيب اسم الصورة من الداتابيز اللي هي post image، ونعطي له الالت اللي هي التايتل post، ونقول له هنا الويد مثلا 100 بكسل اوكي. انه اذا كان في صوره عندنا في الداتابيز يسترجع لنا صوره، اذا ما كان في انه ما يكتب لنا هذا الكود كامل اوكي. ونخلي عمليه الانبوت فايل نفس ما هي. هنا بدل كلمه اد بوست هنا نكتب ابديت بوست اوكي. نرجع على الكنترولر، نفس
الفاليديشن والبيانات اللي كتبناها في الستور هنرجع نحطها في الابديت ونعدل عليها حاجات بسيطه جدا. عندنا الفاليديشن ما في اي تغيير، عندنا الداتا يوزر اي دي ما هنغير فيها اي حاجه، هنشيلها ما احنا محتاجينها لانه ما هنعدلها على الداتابيس، لانه اللي معدل البوست هذا هو نفسه اليوزر اللي ارجعه. اوكي، عندنا في الايمج يوزر اذا كان في عندنا صوره، اذا كان صاحب البوست بده يجدد الصوره او يغير الصوره وكان في صوره مسبقا، لازم احنا نحذف الصوره هاي من عندنا من السيرفر. فمعناته بالامر التالي اف نسوي عمليه تحقق فايل اللي هي ناخذها من مكتبه الاليمينيت سبورت فساد. اوكي، فايل كلمة exist، هل الفايل هذا موجود اللي هو assets من مجلد الassets images واسم الصورة من الداتابيس اللي هي post image. طبعا هنا البوست هذه ما هي متعرفة، فمعناته احنا لازم نستدعي الفيلد هذا عندنا من الداتابيس، معناته البوست يساوي البوست وير الاي دي اللي هو الاي دي اللي هو من هذا الاي دي تبع البوست. اوكي، اللي ارسلناه من الفورم تبع الايديت فيرست، وبامكاننا ان نسوي عمليه الفاليديشن اللي سويناها في عمليه الايديت. اذا كان في عندنا بوست يسوي لنا العمليات هذه كاملة. اوكي، اذا ما كان فيه انه يرجع لنا المسج you have not permission to continue this process. اوكي، نيجي نكمل. اذا كان في عندنا البوست هذا موجود، الصورة هذه موجودة عندنا في المجلد assets image، سوي لي حذف لها عن طريق الكود unlink اللي هو نفس الباث تبع الصورة هذه. اوكي، سوي لي حذف للصورة هذه فقط، ونكمل كرفع صورة جديدة من اول وجديد اللي هي نفس الطريقة الماضية. هنا بدل post create data هننادي البوست اللي هي هذه ونسوي عليها update للداتا. اوكي، ونبعث له المسج اللي هي بدل post created نسويها post updated successfully. اوكي، اذا ما كان في عندنا post يرجع له الرسالة الثانية اللي هي you haven't permission، ما عندك صلاحية انك انت تسوي update. هذا بالنسبة لل update. نيجي نجرب نسوي edit، مثلا نخلي هنا 2، نخلي على البادي 2، نغيرها من ويب ديفلوبمنت لويب ديزاين، ونعدل صورة هنختار رقم 17. اوكي، لو نلاحظ نفتح المجلد تبع المشروع تبعنا لايف واير بابليك اسيتس ايمجز. اوكي، هذا هو التست تايتل. اوكي، اللي احنا انشأناه في اول مرة. لاحظ هسويها هيك بالطريقة هذه. لو سوينا update post هنا سوينا create a post، وهنا حذف الصورة الأولى وأضاف الصورة الثانية. اوكي، تمام. الآن عملية الديليت اللي هي إذا ضغطنا على اوكي انه يحذف لنا البوست مع الصورة، فمعناته destroy هناخد نفس الكود هذا وإف البوست نفس الكود هذا كامل هنحطه في الدستروي، هنحذف الإيمج والأبديت، لا نخلي حذف الإيمج. أوكي، ونحذف عملية إضافة الصورة ونخلي بدل أبديت ديليت. أوكي،
هنا عملية إنه إذا كان عندنا صورة هنقول له إذا كان البوست تبع الإيمج لا يساوي فاضي احذف لي الصورة اللي موجودة في المجلد. أوكي، بعد ما تخلص حذف الصورة اللي في المجلد سوي لي حذف للبوست كامل من الداتابيز، وبعث لي رسالة اكتب لي post deleted successfully، أو إذا ما كان عندي صلاحية أو كان رقم البوست خطأ رجع لي رسالة you haven't permission to continue this process. أوكي، معناته هنرجع نشوف ملف الصور وهنرجع نشوف المقال تبعنا. مثلا هذا التست تايتل 2 اللي هي هذه الصورة، لو سوينا هنا ديليت اوكي حذف لنا اياها وحذف الصورة نفسها كمان. تمام، هيك احنا خلصنا الفانكشن تبع الايديت وتبع الديليت، بيظل علينا اللي هو عملية الشو. اوكي اوكي، نروح على نفس الفانكشن تبع الايديت نسوي نسخ، هنروح على شو ننسخ نسوي لصق. اوكي، احنا محتاجين الكاتيجوري هنا، هنسوي قبل الوير اي دي اللي هي الويث. اوكي، اللي هي مع اليوزر والكاتيجوري. ونساوي حذف للكاتيجوري. اوكي، نفس الفانكشن انه اذا كان في بوست والله يودينا على الفرونت اند دوت شو، ودينا على الفرونت اند دوت شو بليد. اوكي، او اذا ما كان في بوست رجع لي على الصفحه الرئيسيه مع رساله الخطا اللي هي ليس لديك صلاحيه. هنا نحط السهم. اوكي، وير الاي دي ايكوال اي دي، اعطينا اول واحد. هنروح على الشو نكتب الكود تبعنا، نعرض مقال عادي يعني بالطريقة التالية اللي هو نفس الكود الأساسي تبع كل صفحة لحد الكارد بادي، ونسكر الديف كاملة. هنقول له عندنا هنا دوت رو. اوكي، إذا كان في عندنا صورة اطبع لنا الصورة. if البوست ايمج لا يساوي فاضي أو فراغ، and if سوي لي div class كل 12 يعني column 12 والtext center يعني سوي لي البيانات بالوسط. أوكي، واللي هي الimage src asset اللي هي assets، وبدال اسم الصورة هنا نحط له نقطة اللي هي البوست image، التايتل اللي هي البوست تايتل. اوكي، خلصنا من الايمج، نيجي على العنوان واسم الكاتيجوري واسم الكرييتور والبادي اللي هو دوت كول 12، ونعطيها اللي هي justify content center، ونخليها مثلا بادينج من التوب 5 بكسل. اوكي، عندنا اتش 3 اللي هو التايتل، بوست تايتل، عندنا هنا سمول تاج سمول اللي هو البوست كاتيجوري، نيم، وكمان باي اللي هو الاسم الاوثر، بوست يوزر نيم. اوكي، نيجي نعمل له باراجراف هنا اللي هو نطبع البادي. طبعا لازم نطبع البادي ك HTML اللي هي علامة كيرلي براكت
وعلامتين تعجب وبعديها البوست بادي، بحيث انه لو في اكواد HTML ما تخرب معنا. اوكي نسوي ريفرش. اذا سوينا عملية الصورة هيك اوكي تمام، بس عندنا مشكلة في الصورة اللي هي اكبر من الصفحة، فايش راح نسوي لها؟ هنضيف لها هنا كلاس اللي هو من البوتستراب اللي هي image flat، ونعطي لها هنا style الماكس ويب يساوي 100%. اوكي نيجي نشوف ريفرش، تمام جبلنا الصورة على مقاس اللي هو الكارد بادي، وجبلنا هنا النيم هذا الكاتيجوري، وهنا علامة التو بايبس اللي كتبناها، وهنا باي، وهنا اسم اليوزر صاحب هذا الكونتنت اللي هو another user. اوكي لو جربنا مثلا بوست ثاني رقم 14 another user، نشوف مثلا هذا من سامي منصور. اوكي باي سامي منصور، وهنا جبلنا البادي. هيك احنا خلصنا عملية الشو، عملية الإدت، وعملية الديليت. الحلقة الجاية إن شاء الله هنبدأ في اللايف وير، نترجم هذا الكلام كامل اللي سويناه باللارفل كيف نسويه باللايف وير بطريقتين. يعطيكم العافية، لا تنسوني من الاشتراك والدعم والسبسكرايب ونشر القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويعطيكم العافية.